السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدأ العد التنازلي إن شاء الله لوضع فيديو حملة استيراد السيارات. الحملة تاعنا لازم تنجح خوتي، بيدكم أنتم أنكم تنجحوا هذه الحملة وتوصلوها لأبعد، يعني أبعد مكان ممكن توصل له وتنجح، وبربي إن شاء الله الناس كامل تشتري، وبربي إن شاء الله توصل للمسؤولين، وفي يدكم أنتم أنكم تخليوا هذه الحملة يعني تروح. وإلى راحت الحملة خوتي ما تلوموا غير أنفسكم، يعني لأنكم يعني ما الحملة هذه ما هي راح تديش من وقتكم بتاتا. باش تنجحوا الحملة هذه واش لازم لنا خوتي؟ الفيديو إن شاء الله راح نطلقوه في قناة أخونا صاحب قناة لحظة، رانا بربي إن شاء الله نخليو لكم رابط تاع الفيديو إن شاء الله، ونطلقوه أيضا في القنوات نتاعنا الرابط تاع الفيديو. المطلوب منكم أيضا أنكم تفرجوا الفيديو مرة واثنين وثلاثة وربعة وخمسة، لازم نوصلوا التراند، الفيديو هذا لازم يوصل التراند ويشوفوه الجزائريين كامل، لازم اليوتيوب يخدم كما هك خوتي، لازم هذا الفيديو لازم يوصل خوتي، لازم يوصل. أيضا هاشتاغ استيراد السيارات لازم طلعوه حتى هو خوتي، تفرج مرة وكما قلنا وزوز وثلاثة وربعة، وأيضا خوتي بارتاجي رابط الفيديو في صفحة الفيسبوك نتاعك، وبارتاجي في الجروب تاع بيع السيارات وشراء السيارات، بارتاجي لمصلحة المستهلكين، يعني وين لقيتي وين تبارتاجي الفيديو بارتاجيه، تويتر ماسنجر. والفيديو إن شاء الله خوتي نتمنى منكم أنكم تفرجوه لأكبر وقت ممكن، لازم كما قلت لكم لازم ندخلوا للترند، هذا هو الأمر اللي يخلي الحملة تاعنا إن شاء الله توصل، يعني إذا وصلنا للترند يعني أكبر عدد من الجزائريين راح يتفرجوا هذا الفيديو، وأيضا راح يكون عنده صدى كبير بزاف. خلاص خوتي كما قلت لكم راهي في يدكم، راهي ماهيش في يد نظرك، الفيديو هذا ولا استيراد السيارات ما هو ليا، ما هو القناة لحظة، ما هو قناة يحيى، ما هو القناة أي واحد خوتي، ما هو قناة أسواق أنفو، رانا ما عندنا حتى هدف من وراء هذا الفيديو، ما عندنا حتى أرباح من وراء هذا الفيديو، هذا الأمر تاعنا والهدف تاعنا الوحيد أنه الناس كامل تشري سيارات إن شاء الله، ويوصل الصوت نتاعنا، على الأقل نوصلوا الصوت نتاعنا خوتي، نوصلوا الصوت نتاعنا كيما يكون والو الله غالب، درنا اللي في الحاجة اللي في يدنا ليسونسيال خوتي. ما تنساوش قناة لحظة، ما تفرجونا الفيديو ربع خطرات خمس خطرات وتفرجوا الوقت.